مش من خير مش من خير شو الساعه؟ السلام عليكم. ما كنت تنتظري؟ كنت نتابع اختي. هذيك انت قام تولي براسها. على ما نوطيني وش الله يهديني. وفي رامي جرى بدك وما عنده قطك الحكوين ده يضربني. انا ما نقعش انا مع هذا الراجل. خلاص يضربني ضرب تاع الموت. اي كان يهدد فيها، كان يقولها نضربك نحت في شريطان هذول. وانا كنت نقولها لي هدر ما يديرش. انا ما فهمتش الحاله راهي تكركر هكذايا. انا خايفين الحقول الموحل. الحقول الموحل قلت بالك دبزه ولا ما خممتش نحول الدرجه تاعها. هاي 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 هاي